اهلا بيكم. رينيو ايجيبت ال 28 ان شاء الله خلاص على الابواب 3-5 مارس ان شاء الله 2022. انا في انتظاركم وان شاء الله يكون مؤتمر لطيف ظريف عفيف شريف في كل ما هو جديد في الراينولوجي انكلودنج اندوسكوبي اوبن سيرجري ماكسيلو فاشيال سنورينج اوبستراكتيف سليب ابنيا وراينوبلاستي الرجي انفلاميشن. وحقيقه يمكن فكره جميله جدا جدا ان كل عظماء العالم ان شاء الله يكونوا موجودين معانا السنه دي، بعضهم اونلاين لكن بيقدموا كل واحد بتباره ان هو يقدم احدث ما عنده في رينو ايجيبت لتميزها عن معظم المؤتمرات. يمكن الجديد السنه دي عن السنه اللي فاتت، لكن هي عاده رينو ايجيبت كل سنه ان احنا يا رب ديمها نعمه هيكون اون ستيج كاديفر ديسكشن. هيكون معانا بقى ان شاء الله احمد شاه زاد، هيكون معانا متين اونرشي، وكمان معانا برينت سينيور. حاجه جميله من نقول امريكا ل اللي هي انجلترا لتركيا يقدموا ان شاء الله اللي هو كاديفر ديسكشن البيزك وادفانسد واكستندد من اول ما تبتدي تفتح الانست لغايه ما توصل للكاروتيد ارتري ان شاء الله. طبعا فكره الكاديفر ديسكشن اون ستيج هي كي يعني نقول رينو ايجيبت هي اللي دخلت هذا الكلام في مصر ولها الفضل الكبير، وان شاء الله تكون لها دايما الفضل في انها تو اب جريد النوليدج بتاعت كل واحد. واحنا فخورين ان شاء الله بوجودكم معانا، ويا رب دمها نعمه واحميها من الزوال. في انتظاركم في رينو ايجيبت 2022 ان شاء الله. اهلا بكم.